السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، غادي نعطيكم واحد الفكرة لا طبقتوها تقدروا تجمعوا عدد اللي بغيتو ديال المتابعين. غادي نعطيكم هي فكرة وانتوما لو بغيتو تكبروها تكبروها، انتوما تعرفوا كيفاش. انا غادي نعطيكم فكرة وانتوما غادي تزيدوا تكبروها. الفكرة ديالي باش تزيدوا المشاركين عندكم في القناة هي كالتالي: مثلا غادي ندخلوا اليوتيوب، مثلا يكون معايا شي عضو، غادي ندخلوا اليوتيوب وغادي نبقاو نعرضوا على عباد الله ياك اللي عندهم قنوات صغيرة، وغنديروا واتساب جروب في واتساب، ومن ثم كل واحد فينا غادي يقاد 10 جيمايلات. الجيمايل غادي تقادو عادي، تقدر تقاد 10 جيمايلات بالنمرة ديالك، ومن ثم غادي تقاد 10 الكونتات. 10 جيميلات يعني 10 الكونتات غادي يكون عندك في يوتيوب. يعني إلا كانوا مثلا دبرنا على 10 الناس، درنا جروب واتساب فيه 10 الناس، دوك ال10 الناس كل واحد عنده 10 ديال الكونتات، و10 في 10 هي 100، يعني 100 مشترك غادي تولي عندك انت. يعني انت غادي تكون عارف الكونتات ديالنا حنا 9 اللي باقيين، عاد زيد انت هو 10 مثلا ياك، غادي تدخل انت لدوك الجيمايلات عندوك الكونتات، غادي تبقى دير ابوني لينا حنا ب9 ودوك الجيمايلات اللي عندك. مثلا تدخل الجيمايل الاول، الكونت الاولى، غادي تبحث مثلا استطيات واتساب ديالي انا، حالات واتساب ديالي انا، غادي تدخل بالكونت الاولى، غادي كليكي، غادي تمشي تشترك عندي، تخرج منها تدخل الكونت الثانية تشترك عندي، وغادي هكاك تدوز تساعد الناس. وهادشي راه مضمون، فهمتي؟ إلا كنا دايرين جروب واتساب راه غادي يكون مضمون. يعني 100 مشترك تقدر تجيبها غير في نهار، 100 مشترك غادي تجيبها غير في نهار. هادشي راه باين، راه يخدم عقلك، راه باين، هادشي كله باين واضح. مع ديما نبقى نفسر ليك وداك التفسير وتفسير، المهم داك توضيح الممل وتفسير الممل ما عندنا ما نديرو بيه. المهم راه فكرة، راه باينة، انت راك بعقلك كتفكر. صافي كل واحد فينا غادي يدخل يدير هادشي اللي قلتلك دابا، راه صافي غادي نوصلو 100 مشترك لكل واحد فينا، وغادي تكون الثقة بيناتنا ان شاء الله. نديرو جروب واتساب ونقدرو نزيدو مشتركين كتر. الا نجحت لنا هاد القضية وكان بنادم معانا مزيان وبالصدق وكذا، غادي ننجحو ان شاء الله ونمشيو مزيان، ونزيد لك 100 مشترك، ونزيدو لقدام ان شاء الله، علاش لا، 200 مشترك ولا 300، ونبقاو غاديين، نبقاو نزيدو عدد الافراد ديال فاسميتو، عدد الافراد في الواتساب، في الجروب ديال الواتساب. المهم هذه هي الفكره ديالي اخوتي، الى عجبتكم غادي تخليو ليا النمرة ديالكم في فاسميتو في كومونتير، وديرو جيم باش يوصل لاكثريه الناس. شكرا أخوتي.